اهلا بيكم في حلقه جديده النهارده وفيديو جديد. هنتكلم عن موضوع حساس شويه بس طلب مني كتير قوي، فعشان كده قررت ان انا اتكلم فيه النهارده. الموضوع ده النهارده هو ايه هم اكتر الابراج العشاق عشقية او عندهم حب للعلاقات العلاقات الجسديه او العلاقات الجنسيه، او يعني حب لل يعني بيحبوا العلاقات الجسدية، يعني مش عارفة اقولها ازاي يعني، بس هو كده عشان بتكسف طبعا. فالابراج دي بتبقى يعني من عشاق العلاقات الحميمة او عندهم شغف اكتر من الابراج الاخرى. طيب احنا هنرتبهم بالضبط، هقول لكم مين هم اكتر 7 ابراج. هم الابراج دي هي عاشقة من الطراز الاول، او هم عندهم موضوع بيبقى زيادة، اما الابراج التانية اللي هتيجي في نهاية القائمة دوت الابراج اللي هم نورمال، اللي هم الابراج الطبيعية في الموضوع دوت. طيب طبعا مفيش حاجة اسمها شخص بارد، لا هم كلهم يعني لو هو مش بيحب الموضوع ده مش حد يعني، دي حاجة اساسية زي الاكل والشرب وحاجة ربنا سبحانه وتعالى خلقها وجعلناكم يعني 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 ربنا جعلنا ازواج لنتعارف ونتزوج يكون عندنا ذرية صالحة. طيب مين بقى اكتر 7 ابراج عندهم شغف وعندهم يعني بيبقوا اكثر شغفا للعلاقات الجسدية او العلاقات الحميمة؟ طيب بيجي عندنا برج الاسد. برج الاسد من الابراج الناريه، هو رومانسي، هو يعني برج الاسد من الابراج اللي هتلاقوه دايما بيحب يسعد الشريك بتاعه، بيحب دايما البارتنر بتاعه يكون هو مبسوط ويكون خلي البارتنر بتاعه مبسوط. برج الاسد كمان من الابراج الحنينه، الابراج يعني انا بحسه حنين لما حد بيحبه، مع ان الاسد مش اكتر الابراج الحنينه، اكيد في ابراج اكتر حنيه كتير جدا من الاسد، الا ان هو من الابراج لا اكتر من ابراج تانية كتير، والموضوع ده مهم عنده في حياته، وارضائه في العلاقات الجنسيه او الجسديه حاجه مهمه عشان تخليه اكثر سعاده. طيب بعد كده بيجي بعد برج بيجي عندنا بعد برج الاسد برج الحمل. انا مش مرتباهم بس انا هقول لكم اكتر 4 ابراج، وهنقول اكتر 4 ابراج يعني نورمال. يعني بيجي عندنا برج الحمل. برج الحمل من الابراج اللي عندهم شغف قوي، من عندهم شغف الموضوع بالنسبه لهم مهم، هم رومانسيين. يعني برج الحمل اكثر رومانسيه من برج الاسد، يعني الحمل تقريبا هو الابراج الاكثر رومانسيه في كل الابراج الناريه، يعني اكثر رومانسيه من الاسد ومن القوس. وكمان الموضوع ده هو بيحبه عشان خاصة لما هو مع شخص بيحبه بيبقى دايما عنده passion، عنده عشق ان هو يكون مع شخص اللي هو بيحبه. فمش عايز احكي في تفاصيل، بس برج الحمل طبعا من الابراج one of the top، يعني انا بعتبره one of the top of the top كمان. طيب كمان من اكتر الابراج اللي هتستغربوها جدا برج الجدي. برج الجدي بالرغم ان هو برج ترابي الا ان هو وعملي وبيحب شغله، الا ان هو يعني النقطه دي نقطه علاقاته بيحب يديها حقها. وبرج الجدي من الابراج اللي بيحب ينجح في اي حاجه وبيعملها. ممكن يكون هو مش بيبقى زي يعني مش بيبقى زي الابراج التانيه دي يعني demanding فيها، بس هي من الابراج اللي بتهتم بالحته دي، الحته دي عندهم فيها شغف وفيها قوه يعني. فالجدي كمان من الابراج لنقطة العلاقات الحميمة والعلاقات الجسدية والعلاقات الجنسية بتاعته برضو مهمة جدا جدا وبيهتم بيها، غير مش من الابراج المعتدلة. طيب يبقى احنا لو هنرتبهم كده يبقى جدي بعديه اسد بعديه حمل، ده الترتيب الصح. تعالوا ندخل بعد كده على التوب 4، مين اكتر 4 ابراج هتهتم جدا جدا بالموضوع ده. عندنا في المرتبة الرابعة هيجي برج السرطان المائي. برج السرطان من الأبراج، بصوا يا جماعة الأبراج المائية عامة هم من الأبراج العاشقة للحياة الجسدية، يعني دي حاجة بالنسبة لهم لأن هم رومانسيين قوي، وهم من نوعية الناس اللي عواطفهم وقلبهم ومشاعرهم بتتحكم فيهم، فطبيعي أن هم يكون عندهم الموضوع ده مهم جدا. فسرطان الموضوع ده بالنسبة له زي الماء والهواء، ويعني لو علاقته متوترة مع شريك حياته مع شخص اللي هو بيحبه في المنطقة دي بتأثر على علاقته في حياته العامة سلبيا. فالسرطان من الأبراج العاشقة لهذا الموضوع، والموضوع بالنسبة له بيبقى فيه passion وبيبقى فيه مع ان السرطان روتيني شوية، بس هو لا الموضوع ده يعني هو عنده حاجة مهمة جدا في حياته لا يمكن الاستغناء عنها. انا مكسوفه من الكلمه بس مش مشكله. يجي بعد كده عندنا تاني برج بعد السرطان انا بحسه برج الحوت. برج الحوت المائي من الابراج الاكثر رومانسيه واللي عندهم شغف وعندهم نهم وعندهم
الموضوع العلاقات الحميمه وعلاقته مع الشريك بتاعه، علاقه هو بيسعى اليها وبيطمح ليها، دي one of his top او her top priorities، يعني من اهم اولوياته ان هو يكون علاقته الحميمه مع شخص هو مرتبط بيه مهمه كزوج وزوجه يعني. والموضوع ده بيبقى يعني بيتفنن فيه بقى الحوت ده، يعني الموضوع ده مهم جدا في حياته. فالحوت من الابراج ان لو هو برضو مع شريك حياته مش مبسوط في النقطه دي، ممكن ينفصل، ممكن يسيب البارتنر بتاعه، لان النقطه دي بقول زي ما قلت لكم من البريوريتيز او من اولوياته. وهو من الابراج اللي يعني اللي بيسعى الى الحته دي دايما، وتلاقيه مهتم بيها ومهتم ان هو يعبر عن مشاعره، وهو ما بيعرفش يعيش من غير حب ومن غير رومانسيه ومن غير مشاعر ومن غير. هو من الابراج اللي بتظهر حبها، بالعكس هم حساسين جدا لانهم الحته دي بتبقى حساسه قوي قوي عندهم. طيب عايزاكم تقفلوا الفيديو دلوقتي وتتوقعوا مين هم التوب 2 من المرتبه الثانيه والمرتبه الاولى. طبعا المرتبه الاولى ده في حته ثانيه لوحده، يعني حتى مش بيتنافس مع المرتبه الثانيه، بس المرتبه الثانيه مفاجاه، يعني انا اعتقد ان هي تبقى مفاجاه لانه برج مش متوقع. عايزاك تتوقعوا مين المرتبة التانية ومين المرتبة الأولى. طيب في المرتبة التانية هو برج ترابي، لأن معروف إن الأبراج الترابية من الأبراج العقلانية اللي مش رومانسية قوي، بس برج ده هو أكثر الأبراج الترابية رومانسية، هو برج الثور. برج الثور معروف بحبه للعلاقات، يعني هو محب للجنس يعني، او علاقاته الجسديه، والموضوع ده يعتبر بالنسبه له يعني خط فاصل، ويعتبر بالنسبه له حاجه مهمه. برج الثور من الابراج صحيح ان هو ترابي، بس هو بالابراج اللي بيبقى دايما عنده لما بيحب حد بيبقى عايز يبقى حنين معايا، عايز يبسطه، عايز يكون مبسوط مع البارتنر بتاعه. والثور من الابراج اللي دايما هيبقى بيفكر في البارتنر بتاعه بيحب ايه، وهيخلي دايما الاولويات بتاعته اهم منه يعني. طب طبعا كلكم توقعتوا مين اللي في المرتبة الأولى وبتميز، كلكم عارفين انه معروف جدا جدا بالموضوع ده، يعني بلا منازع، يعني مفيش حد بينافسه في الحتة دي، هو برج العقرب المائي. برج العقرب المائي بيتربع على قمة، يعني دي بقى حاجة من أساسيات حياته. هو شخص حتى عنده ذكاء العاطفي اللي خليه بيبرع في المنطقة دي. برج العقرب من الأبراج الشغوفة، اللي عندهم شغف، اللي عندهم نهم في الموضوع دوت، هم طبعا ده توب بريوريتي أو دي الأولوية رقم واحد عندهم في حياتهم. طيب يبقى مين أكتر ثلاث أبراج في نظري أنا بشوفهم ثلاث أبراج يعني عشاق للموضوع دوت؟ يبقى المرتبة الأولى عقرب، مرتبة التانية ثور، مرتبة التالتة حوت. أنا بشوف برضو حمل وسرطان، يمكن حمل قبل سرطان كمان، يعني حمل رابعة، سرطان خمسة، أسد سادسة، السبعة جدي، دول أكتر أبراج. أوكي طيب في مين بقى الموضوع بالنسبة لهم في النص؟ هتلاقوهم في النص شوية، يعني إيه يعني مرتبة التامنة والتاسعة. في المرتبة التامنة هيجي عندنا برج ال مش عارفة أختار مين فيهم بصراحة. في المنطقة يعني في المرتبة الـ يعني التامنة والتاسعة هنحط برج العذراء والدلو. أنا شايفة أن هما نفس الدرجة تقريبا، مش هنحط حد قبل حد، وهما دول معتدلين يعني وسط، مش كده ولا كده. طيب مين أكتر ثلاث أبراج اللي هما 10 11 12؟ أكتر ثلاث أبراج موضوع بالنسبة لهم مش بريوريتي خلاص، بالعكس هما مش بيبقوا interested قوي فيه. أنا هحط الجوزاء، يعني الجوزاء الجوزاء رقم 12، وهحط الميزان رقم مثلا 11، و10 قوس. يبقى دولت هم يعني هم معتدلين، مش هقول ان هم، بس هم مش زي التوب 6 يا جماعه. الموضوع ده بتبقى مقياس، بس الابراج اللي انا قلتها اللي هم اكتر 7 ابراج او حتى اكتر 6 ابراج دولت، يعني موضوع العلاقات الجسديه والعلاقات الجنسيه دي ما يقدروش يعيشوا من غيرها. الموضوع بالنسبه لهم بريوريتي في حياتهم، دي اهم حاجه عندهم، بيفكروا فيها كتير جدا، بالنسبه لهم باشن وشغف قوي جدا جدا. اما الابراج السته اللي بعد كده هم معتدلين، الموضوع بالنسبه لهم لا، عندهم طموحات، عندهم نجاحات، علاقات، ممكن يفضلوا رومانسيه يعني، بس ما يقدروا يعيشوا من غير علاقات، يعني الموضوع مش 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 مميت او قاتل بالنسبه لهم. بشكركم طبعا، بالنسبه لي موضوع محرج جدا، بس هو طلب مني كتير جدا، وما بحبش اتكلم في المواضيع الحساسه دي. قولوا لي انتوا رايكم ايه، وقولوا لي مين بيتفق معايا ومين يعني قولوا لي الترتيب اللي انتوا بتشوفوه بالنسبه لكم. وبليز انا عايزه الكومنتس تبقى محترمه، عشان انا يعني حتى لو انا اتكلمت في موضوع حساس، انا ما بحبش الكومنتس اللي فيها حاجه خارجه، لان انا شخص محافظ، فطبعا اكيد ما احبش ان الكومنتس تبقى. فطبعا قولوا لي مين اكتر ابراج بتحسوا ان هم
لو حد مختلف معايا يعرفني. شكرا، بحبكم جدا جدا جدا. وده موضوع، موضوع ده حاجة مهمة جدا. انا حتى بتكلم ان المفروض ان احنا يبقى عندنا good education في الموضوع ده للبنات وللشباب في مرحلة المراهقة، عشان يفهموا الصح من الغلط، ونفهمهم ازاي الوعي، يبقى يكون عندهم وعي بطريقة صح. ثانك يو، بحبكم جدا جدا. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا.